السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، يا مرحبا ويا مسهلا في مجلس رأي خمسة. هو كل شهر ينزل واحد. لا آسف، كل شهرين ينزلكم. طيب حياكم الله، حياكم الله يا جماعة، الله يسعدكم يا بعد قلبي وروحي. أنا آسف أني منقطع، لكن في أشياء جديدة إن شاء الله بتعرفونها في مستقبلا. لا أرضى عليكم إذا حطوا اللايك والاشتراك يا جماعة الخير قبل كل شيء، هذا أول شيء ممتاز. طبعا زميلي أبو شايع فيرفولينج ضيفنا اللي أول مرة يطلع معنا مجلس رأي. لا معلش صحيح، معلش لا لا، كلمة زميلي ما ترضيني والله. ليه؟ والله مرة ما ترضيني المخرج. لا مرة ما ترضيني. طيب وين صديقي أحمد؟ لو سمحت، الكام، الصوت، الذاكرة، الشاحن، البطارية، المايك، كل شيء أنا، الأفكار حقت المقطع أنا، اللي يضبط الكام ست أنا، أنا اللي ينادي رايد أقوم بالنوم عشان يصوت أنا، كل شيء أنا، مو قاعد يسوي شيء. ويقول لي مين؟ يقول لي زميلي. لا أنا ضاع القناة، أنا حياكم الله يا جماعة، سلام عليكم، اشتراك لبدأ المقطع الآن. عناوين لهذا اليوم ما نسولف، طيب. نتحدث عن اول شيء. لا معلش، تعرف ان شرط جمله الشهر الاولى تعطيني 10 مواضيع قدام. الله طيب. فالان رايد والله العظيم انك هذه قله حياه اللي قاعد تصير حاليا. صادق اي عيال بالله. شوف انا ضميري يعني. اي ضميري مأنبني انا. زين احتاج واحد يغسلني، اغسلوني عادي، خذ راحتك تفضل. اول شيء انت ما تقدر، تبغى غسيل ولا لا خذ راحتك، روح مره غسيل. المتابعين مون عليهم والله، مون عليهم. اول شيء انت ما تقدر الناس هذول اللي وصلوك مليون. ممكن لا معليش، صح انك تقدرهم. كان مو كل مقطع تنزله تقول انا راجع الان بنزل اسحب شهر. لا هذا كلام لا يرضي لا مسلم ولا عاقل ولا اي انسان. صح. لانك قاعد تعطي كلمه وتكذب فيها. مش واحد. طيب بعد اكثر والله العظيم عادي يا احمد، اغسلوني يا صحيح. لا يعني بشكل عام انت والله العظيم بس يبغى لك قرصه. بس ظروفي يا احمد، عندي ظروف. عاذرينا. اي والله عندي ظروف احمد، صح ولا لا؟ انك تتزوج يعني عادي، وش تسوي؟ لا والله يكتب، اقصد يعني يموت انه يكتب والله يعني. بس انه عندي ظروف يا جماعه الخير، فلذلك اقول لهم ان الرجع الحين. بس اصبر، ايش عندي مقطع ثاني؟ ما عندك ان شاء الله. كام؟ قل ان شاء الله. كام ما عندك؟ انت زي تدري زي ايش يا راجل؟ انت تدري زي ايش؟ زي يجوج وماجوج. يحفرون يبغون يطلعون بس ما يقولون ايش. ان شاء الله ما يقولون ان شاء الله. ايه لا ان شاء الله يقولون بكره نكمل ان شاء الله. لا إن شاء الله. بكره نكمل ويعيدون. فقول ان شاء الله خشوا. اسمعوا يا جماعه الخير، احمد خلني بقول لكم شيء. برمضان باذن الله، ذا الله احيانا يا رب. لا تستعجل، تكتب. برمضان الشهر الوحيد اللي بيكون فيه مجلس راي كثير ما شاء الله. كثير اثنين. يا جماعه انا وعدكم باذن الله 4 حلقات، انا اضمن لهم 4 باذن الله. اذا وعد اخلف المرة كلمة رجال. رمضان 30 يوم 4 مجلس. الا اذا جاء ضرب طارئ وخارق للطبيعة. انا عندي فكرة، مجلس رايد في رمضان 1 فطور و1 سحور. كم؟ وانا اقعد وجهي كل شوي. اي ايه في السحور. ايه لا والله انا اقعد. وين السمطرة؟ لا مستحيل يشوفونا احنا ناكل انا واحمد. ايه؟ عشان يكرهونا. والله يكرهونا اكورها. ايه لا مستحيل، هذه غيبة. طيب احمد صهيب فيرف، وش بتسوون برمضان انتم؟ شدوا لكم. انا صهيب سلم علي. هلا. سوينا شغل حق شهر قدام. الحمد لله. طيب. اللهم لك الحمد. الحمد لله. جلسنا جلسة أنا وياه مدتها 1.5 إلى 2 ساعات. واطلع سلمك الله ب 17 مقطع. يرسلها لي بالدسك ويرتبها من أنت إذا بدك، إذا ناوي وبدك تشتغل. بعض المقطع مجلس أنا وياه. أقسم بالله لو تجلس. 10 مقاطع. والله. عنده جدول ما شاء الله تبارك الله. جدول جهازه. إيه باليوم المقطع مع عنوانه. مع الثمبنيل جاهز يسوي الثمبنيل قبل ما يسوي المقطع، مع امثله على المقطع والشغل بروفيشنال. الزلمه هذا يعني بعد المقطع يشتغل. بعد المقطع اسمع يعني والله بسمع بالغرفه. ضبطنا بعض في جدول احنا ما شاء الله تبارك الله، والله الولد ما قصر. طيب كم مقطع تنزل؟ باذن الله كم حطينا احنا؟ 15 باذن الله. بحاول 15. انت كم؟ 15. اخر قبل ما اتكلم، اخر مره انت في رمضان كم قلت انك تنزل ونزلت؟ قال بنزل 15 نزل 13. لا ما قلت بنزل 15. اذكر رمضان اللي قبل ما قلت شيء، بس نزلت 12 13. اي عاد بالنسبه لي انا في رمضان بس ثاني 76. انا رمضان غير رمضان نزل 15 والله. اي انت اللي تحدد نفسك رمضان. بالاضافه الى برضو عندي فلوس. اي صح صادق. لا بالنسبه لي انا والله انا ابغى اتحدى نفسي. انا ما قد تحديت نفسي، ابغى اتحدى نفسي اني انزل عدد مقاطع اكثر من المعتاد اللي انا انزل. قد جاء شهر نزلت 30؟ لا مستحيل. 30 اتحداك. لا يمكن بدايات، ما اذكر السبب، بس ما اذكر اني نزلت 30 مقطع ورا 30 يوم ورا بعض. قد سويت مره والله. مين سواها؟ انا. انت 30؟ يمكن على بدايات. انا بشهر وش يعني 34 مقطع في ايام مقطعين انزل فيهم.
يا هذا يحس كنا سناب والله يحس كنا سناب ذا علينا سيء اسمه والله هذا مو طبيعي ما شاء الله تبارك الرحمن الفترة الماضية يوم انزل 30 كنت بث وقتها يومياً مقطع بث لا بثوث مكانت لكن انا بالنسبة لي انا ابغى اتحدى نفسي صدق والله في رمضان ودي اني انزل اكثر من 10 مقاطع هذا اللي ابغاه ودي اني ارجع ابث ولكن البثوث ابغى اسويها شوي منها في البيت عندي لان ما وديتهم استوديو اللي عندي ولا بثيت هناك ودي اني اقعد مع اهلي رمضان الاخير كله كنت قاعد مع الفريق فهمت ما رجعت من ذا فيوم انت كتبت انك ودك تسوي جدول في البثوث من هالالعاب ومن هالامور والله صدقوا اني متحمس والله يا لعبه سن اوف ذا فورست سن اوف ذا فورست وسن اوف ذا اركي من ذا؟ بلا بثوث جديده؟ جديده ما ادري ما اعرف جو جو جديده كذا محاكاه سرفايفل فير فل تنزل جيمنج اي والله بنزل اي في رمضان بنزل كذاب ماينكرافت لا مستحيل هذا ليش هذا لو تطبق اسمع ليش ما اخي ما اعرف العبها تنزل الكهف تلاقي لها كريبر تذبح ما اعرف ما انا ما استمتع لا مصمت والله صار غير الكومبتيتيف ما احب يعني مقيم حق ايم لا شوف فورت لازم ننزل اكيد لازم ودي انه ايه انا بخاطري صدق ودي اقولها بخاطري اننا نسوي شيء يصير سلسله رمضانيه فقط مع العيال كلها زي ما سولف لك مثلا هذه اللعبه اللي قلتها لو قدرنا نسوي منها محتوى مثلا نقول تخيل ننزل جراند بس برمضان سن اوف ذا اركي راست الثاني ذيك اللي تلعبونها في رمضان حق التنانين شو اسمها ذيك؟ ارك سرفايفل اي ارك سرفايفل يعني اشياء ودنا نسويها جماعيه يصير انه مثلا هذا عنده فريق وهذا عنده فريق ونهجم انا هجمت على شونغ شونغ هجم على وات زي كذا فهمت؟ هذه مره حلوه والله ودي اسويها في رمضان والله انا انا عكسكم تماما بس وش اللعبه اللي الجيمنج لا في ماينكرافت سرفايفل اللي لعبت انا وياك مره اللي لا سرفايفل سرفايفل نعمل كل واحد عنده قبيله نروح نجمع موارد نهجم مع بعض بيصفقهم سرفايفل لا والله فيها مخ تكتيك تخطط تهجم ممكن تموت ممكن تهجم عليك تاخذ اغراض تخيل راكان معي بالفريق يصارخ سياح واو وين تخيل صايد معك بالفريق خلاص انت جي خلاص ما فوز عليك عشان كذا نلعب لعبه ما قد لعبناها احمد يوم ركان وريان صاروا بغرفتي الحين كيف التعامل مثل تعاملي ولا لا؟ يا رب الكعبة اقسم بجلال الله اني اطلع يا عيال اتمشى انا ضغطت القى ركان لابس جزمة يا عيال كنت تحسبوني ابالغ بس اقسم بالله انه في الايفنت حق البوليفارد صور مع الجمهور يا اخي شدني 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 شيء ابيض واضح انا ضغطت ركان جزمتي لابسها بس مين القى ريان ماخذ جزمتي الثانيه انا من والله 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 دق على ابوهم اقسم لازم اكلمه لازم اكلمه يا عم السلام عليكم يا عم كذا 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 تفاهم معهم انت ما تعب نفسك يا اخي اعطاها ركان ركان عنده شيء بالجزم مره دخل علي بالغرفه وانا قاعد العب وما اسمع وبدر كان موجود في الغرفه بعد 10 دقائق جاء قال لي بدر انه ركان كان يبيك بس انت تلعب ما كنت مركز قلت ما ايش كان يبي قال ما بعد يومين شو ولا بس جسمتي بعد جاء فتح الدولاب جاء فتح الدولاب خذ جسمتي وانت كره طلع يجيد قال ايش قال كنت بفير بالشغله قال بكره مرسم جزمتي يخوف يخوف ركان يخوف بس ان نحبه ترى احنا قاعدين نختار يا شباب اللي بينزل مقطع باليوتيوب فهو يعني نصنع محتوى على ظهره فقط هذا لا طيب رايد لا اخي بس ما انت ليش ابعد عن الموضوع كنت مهم ليش وش موضوع يقول بقول لهم وبعلمهم والله ما فيهم شيء ذول اكيد 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 كيف يا رايد كل ما جيتك لقيتك مشغل الست حقك وتلعب فورتنايت وتقول اني العب اكثر من 24 ساعه يوميا اصحى وانام على فورتنايت انا اشهد وليفل يقول مولع نار مش مولع نار مولع نار ولا فكر يبثلكم بث واحد ما هو السبب انا اعلمك السبب انه الى الان ما ركب عندي الياف والله العظيم ما ركب الياف تذكر انت يوم بثيت صح ايش صار طفى بثك لان ما عندك الياف فما الى الان لو ركب الياف على طول ببثهم والله لكن اللي انا اعرفه الان وبرمضان ان شاء الله تيك توك اوه جدول تيك توك والله العظيم تيك توك انا الان تيك توكر جديد ترى يا اخوان اللي ما متابعني ترى الرابط بالوصف تحت تيك توك حقي اسد يعني والله دلعتك بسوت انت بس والله العظيم بيض الله وجهه فيه 7000 ريال ذيك مره يمكن يتحدى ابراهيم اعطاني اسم ابراهيم وين طيب ما ادري كم التحدي ذا انزل له اسد وانزل له اسد ولده وانزل له قطوه وانزل له سياره قال لي نفاز بس همين رايد ايه ولا مره نهزمت بس ساعه دخل فلوس طلع طيب والله والله ما يعرفون سيمبا ترى اوه والله ما يعرفون جيب سيمبا خل محمد يجيبها يجي سيمبا تعال محمد هنا هذا سيمبا تعال 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 محمد كلام لايك اشتراك سوي سبسكرايب لايك كلام ايه لسه جيبه 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 خلنا نعرفكم على سيمبا يا جماعة الخير سيمبا
هذه سيمبا ما شاء الله ما شاء سيمبا. خليني اقرب الكام. شوف هذه سيمبا، هذه ولده صح؟ اي ولد. هذا ولد رايد الجديد. قاعد تخرج صح؟ رايد وش اللي خلاك تاخذ قطوه؟ ما ادري والله، بس انه تونسني مره قسما بالله. طيب سؤال، الناس كيف تبي تقابلك؟ مثلا لو جاء ايفنت ولا معرض ولا شيء، مثلا جيت، لو في جيت مثلا جيت الجاي ايش بتسوي؟ وشين؟ بكون متواجد. شلون؟ بكون متواجد. بكون متواجد ان شاء الله باذن الله، بقابل الجمهور. مع الجمهور؟ نعم. تدخل مع الجمهور ومع الباب؟ لا لا لا. تكت 150؟ بكون متواجد ان شاء الله هناك. يا مرحبا ومسهلا وسلم على الجمهور وحب خشومهم والله. طيب بس انا عندي موضوع ثاني. احمد ايفنت مو ايفنت. 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 هذا طلع الانجليزي اللي فيه. انا استنيت لاني خلاص اقول لك ايفنت وليس ايفنت. كذا في ولا احد مستحيل احد يقول كلمه بالغلط، لازم صحها. طيب انتم الحين بديت تحشروني ترى، صدقتوا انتم خلاص واحد اثنين احمد شبون. طيب يلا خلنا نحشر صهيب اول مره يطلع، خلنا نحشره. اي والله خلنا نحشره والله العظيم. انا ابغى اناقشك في موضوع. صهيب انت ليه ما تنزل كثير؟ طالع منها لا بس صدق انت هين. لا لا بس انت قبل ما تدخل باور كنت تحرق مقاطع، بعد ما دخلت باور قل تنزيلك للمقاطع، وايش هو السبب انك ما تنزل واجد؟ وقد تلاشى شوي. تلاشى من اي ناحيه؟ تلاشى من ناحيه انه انزل مقاطع، يعني ست انزل يمكن مقطع بالشهر. ليش؟ ايش مقطعين بالشهر؟ ايش هو السبب؟ شوف اكون معك صريح. ايه كون معي صريح. صريح صريح. البيئه اختلفت. البيئه اختلفت. البيئه اختلفت. لما كنت انا بفلسطين كنت لحالي اشتغل. إيه؟ كنت اصور اجهز المقطع اصور. ايه الان بالفيلا تتصور مع الشباب. ما في طلعات مثلا بدك تطلع معهم تروح. واغلب المقاطع يعني محمد حبيبي هذا كاميرا في صور انت مر كذا كذا ودي ذره هذا جلطني. طيب يعني البيئه اختلفت منك، هل تاقلمت ولا تحس انك لسه ما تاقلمت؟ يعني انت معنا الان يمكن 6 شهور. لا انا تاقلمت حلو بس مش متاقلم على الروتين تاعي لحديت الان. الروتين السابق اللي قبل الروتين كان فقط في روتين صهيب اهلي هذا هو. ايه اطلع اجيب كم من غرض لاهلي وارجع ساعد ابوي ارجع اصور قابل بي سي 24 ساعه 24 ساعه. ايه الان ما بقعد ساعتين على البي سي. ليش؟ كثر تصوير مقاطع مع العيال. كثر التصوير، بعد خلص تصوير بدك ترجع تنام ترتاح. بس قبل رمضان الصراحه بدي اعمل حركه. وشو؟ وش 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 والله بدي اعمل حركه. حصري 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 والله بدي اعمل حركه والله. وش يوم راح اداوم مع الشباب اصور لهم اصور معاهم يوم اوف كامل الي، اظن بالغرفه انتش فيه مقطع لو مقطع واحد اقل ما فيها. اوكي حلوه ذي مره. هون ارتاح نفسيا انه خلاص ثاني يوم اعطيهم طاقه، اليوم اللي بعده طاقه الي. حلو حلو. ما اكون كل يوم مع الشباب ارجع الغرفه اكون مهدود اروح. اقصد انت نفس الجيمنج. لانه الجيمنج مختلف كليا كليا مختلف مختلف. واحمد بيعرف لازم تجهز تحضر. طيب فير فل الجمهور يدري وحنا ندري انك انت رميت حق مين؟ حق ابو نوح. يا سلام عليك. وين ابو نوح؟ ابو نوح حاليا ماخذ اجازه عن الشغل. حلو. فعشان كذا هو مختفي يسترجع طاقته وبرضه يخلص اشغاله وان شاء الله يرجع اقوى باذن الله. يا رب. يب باذن الله. الله ييسر امره ان شاء الله يوفقه. طيب رايد سؤال، انا اسهل لسان الجمهور ذا. طيب ممتاز عادي ما عندي مشكله. فات لك حاله الاجابه. الان لك تقريبا فتره طالع من الفريق ويعني سول. حلو. ما في عقود جاتك؟ ما في فريق ثاني يكلمك؟ شركه عروض جاك شيء منا؟ والله شوف يا ابو شاي صراحة انا رجال بجاوب والله ما اخفيك ما بجاوب. دعواتكم بس. يعني دعواتكم لي ان شاء الله. يعني ان الله ييسر الامر باذن الله. يعني ايش يعني؟ امور طيبه ان شاء الله باذن الله. الله ييسر. الله يوفقك وين ما كنت. احتاج دعواتكم يا جماعه الخير ودعواتكم وين ما كنت. تراك اخونا قبل اليوتيوب وقبل التصوير. يا بعد روحي يعني اللي نفهمه انه في حركه صارت في البث. والله لابد انه تصير حركه. لازم والله ابو شايد تصير حركه يعني. اعرف كل شيء المشكله. الله يكتب لي فيه خير يا رب. امين يا رب. اللهم رايد انت انسان تحب تلعب العاب جوال واجد صح؟ اي مره مدمن. تدري انك انت الان خليت اغلب الشباب مدمنين لعبه جوال؟ اي والله قاعد يصير فيها تنافس. اي والله. وهذا اكثر شخص. لا تقول اسم اللعبه لانه اعلان، انا انطرهم يكلموني والله. والله العظيم اني ما اعرف كيف يكلموك. كيف بدي يكلموك؟ لا نرسل لهم ايميل تمام، ولكن بشرط نبغى بطوله يكون فيها شوق. وانت تم قسما بالله العظيم انه تم لعبة لعبها من 8 سنوات أو 7 سنوات ألعبها. أحمد أنت اختفيت إجازة شهر صح؟ وين رحت؟ رحت دمام. صح دمام 30 يوم. ليش؟
لا ممكن كلها دمام تدري انت صح. لا انا ما ادري والمتابعين ما يدرون انا ابغى ما بعرف ادري من القوف يعني قاعد يروح يستجمع قواه يشوف ربه يدعي ما صادق صادق الله ابو سافر شنو ايش تبي طيب ودي اخذ لي كذا شو اسمه انت بتسوي مسحب عليهم صح ودي اسافر اصور لهم فلوق كنت اسوي هذه ما هشت ما هشت يا اخي ودي استجمام يا اخي ما مدى استجمام بروح لوس انجلوس تم والله العظيم معك انا معك والله تم بعد رمضان تم والله العظيم تم اذا جاء احد اخوان ذكروه تم وتذكرتك على حسابي قول جعلي جعلي وشو جعلي ان الله يوفقني جعلي الله يوفقني عارف تقول جعلي السرطان تم والله العظيم تم والله تم يا مشواح يا بعد روحي طيب وليش يا احمد ليه اشتغل ليه؟ طيب طيب احمد انت كم جهز مقطع مونج الصراحه اقول الصدق اربعه برمضان كله بتنزل ان شاء الله ان شاء الله مو كله رمضان والله اي ممكن على حسب الاحتياج طيب عطنا طور واحد اشتري فيه علمهم قبل لا ينزل تسريب خلاص تسريب ابغى اقول لكم مود حتى صايب بينصدم وهيدري ايه اوه حلوه ذي وش ايش ناروتو مستحيل لا والله مستحيل لا والله انت ما قلت لي يوم اسالك ذيك المره يوم اسالك في عند البي سي قلت لي مود الجوست ومود ذا ناروتو ما قلته من رمضان هذا قام يتخانق نزله انا بس برمضان عاد احمد انميات ولا يتابع انمي ولا يحب الانمي تابع تاكن تاكن اللي ما عمره نزلت عنه ثلاث حلقات تابع وقف ايش فيك صدمت ليه بعد تبيه هد بعد انا عامله عندي هو انا جاهز نزل عادي انا مختلف عنك جاهز؟ جاهز ناروتو موجود ديون التسعه وال ما تابعت متى بتنزل طيب؟ ناوي قبل رمضان ان شاء الله اذا قدرت بستنى الشباب يجوا اصور خلاص عندي ان شاء الله اوه شباب مسافرين والله وين قهرت شكلك لا عادي انا عادي مسحته ونزل لا احنا عادي هو بنزل طور بياخذ بعد شهر شهرين بنزله هو نفس الشيء متفقين نقف متفرقين نسقط ايش هو يعني؟ يعني مع بعض يعني ما بعض ايد واحده بس انه اهم شيء ايوه ما في شيء لا بس في مود رهيب جاي عند احمد بتشوفون احكي لا لازم احكي والله هذا احكي والله اول خاطري هو يمكن اكثر طور كلف اي والله اشتغلنا عليه والله انا فوق 10 لا طول والله والله طول بالرسم طول بال 10000 ريال امونجس مقطع ما شاء الله والله كثير موت فورتنايت الباص يمشي ينزل خلاص تعليق المقطع طيب احمد دام كنت بديت بالتحشير بديت تحشرني ما قلت شيء صح وجاوبت بكل شيء شيء مرض ما اقوله والله لكني بسألك الحين سؤال ليه شونغ اكس بونغ ما يطلع بمقاطع الشباب وين مقاطع مقاطع العيال الشاطحة ايه الشاطحة بجاوب عليك ببساطة واذا بغيت ادخل بالتفصيل دخلت روح عندي العيال اسأل الجميع ما عمره احد جاني طلب مني اصور معاه مقطع رفضته اذا كان المقطع حقه جيمينج او له من شخصيتي يعني مثال اذا جاء مثلا مقطع القفز من البالونة ولا شوت الكورة في المرمى طب لا تطالعني لا بشكل عام انا ما اسوي الشيء ذي انا ما امشي شخصيتي ذي انا لاعب جيمر ابث العاب وانزل العاب احيانا اشطح بطبخ اسوي يعني جاني واحد قال احمد نبغى نطبخ تم قدام مشينا اعرف الشيء ذا لكن ما اطلع بحاجة مية من شخصيتي انا ما اعرف لها في بعض الاستثناءات يكون يصادف تصوير العيال اوقات بثوثي انا الوحيد اللي ترى انزل وبث بشكل مستمر الوحيد ما شاء الله في كذا واحد من العيال لكن بدون استمراريه اي ما في استمراريه في البعض ثابت على محتوى واحد مثلا فيفا او غيره لكن الوحيد اللي يحاول انه يجمع الثنتين انا صعبه مره تخيلوا يا جماعه انه في الصباح اكون مثلا اشتغل على مقاطع قناتي وفي الليل اشتغل على البثوث ما يكون عندي وقت لنفسي حتى باخذ هوا ما اقدر فاحاول اني اول ما افضى واحد من العيال بيصور مقطع على طول ادفه وفوق هذا المقاطع بعد فيها جهد كثير مقاطع شاطحه والبثوث يبغى لها طاقه ما اقدر ابث في الليل بعد تصوير العيال وانا مهلوك اكون طالع في البث ذايب خامل قدامهم وغير كذا اذا جاني واحد طلب مني يصور معي جيمنج والله العظيم ويدرون المتابعين صارت كثير اجي اقول له
من عيوني تعال ببثي اصورها ببثي قدام الناس فيفا فورت ايا كانت ادخل ببثي خليه اصور ترى انا ادري بالاجوبه هذه ترى كلها انا ادري فيها يا جماعه بس عشان انتم تعرفون إيه يعني. ففي ناس تقول عشان الجمهور بس انه ما يطلع ما يطلع ما يطلع بين لكم الوضع صعب قبل شوي صهيب تكلم قال انا افكر اخلي عندي يوم اشتغل فيه على جيمنج ويوم اصور فيه معيال لان الموضوع صعب صعب ما بالك ان انا جداً. فوق هذا كله قاعد ابث في الليل ابث ساعتين ثلاث اربع على حسب فانا مصدر تفضل ما شاء الله نحكي واذكر ربكم يا رب اي والله ما شاء الله حلو تو احمد يسولف عن ايش البثوث عن الاستمراريه في الفولكان من ما شاء الله من اعلى الستريمر الاستمراريه كنت انت واحمد لا 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 ليش انقطعت الحين طيب بالنسبه لي انا صريح فيها وما استحي بعد ما رحنا ذيك المنصه انا واحمد وباقي الشباب ما عجبني الروتين حق الاجباريه او اني انا مغصوب اني اسوي هذا الشيء عندك عاد اربع ساعات ما ادري وش من هالامور هذا الشيء كرهني شوي في البثوث هذا الشيء الاول الشيء الثاني ما صرت اشوف نفسي كشخص ممكن انه يبث لانه ما في العاب على سبيل المثال احمد يلعب العاب وورز يلعب جراند يلعب فورز كذا انا ما مو متحمس اني العب هذا الشيء ما مخي ما يوصل مرحله اني افكر اني اصنع محتوى اقول والله انا ابغى اصنع محتوى في جراند احمد يحبها انا ما احب انا ما اقدر انا كنت احب فور كنت احب العاب كنت احب جراند كنت احب جراند بس خلاص يعني طلعت مني طلعت خلاص مع خشمي طلعت مع خشمي ما ابغى وفوق هذا فورت كلنا ندري ان فورت صدق يعني ما هي ممتعه ثاني شيء انا العب كل يوم انا العب كل يوم حرفيا العب كل يوم ما اقدر ابث اللي انا قاعد العبه لان الصدق ما عليه اي اقبال من اي احد يمكن ما حد يلعب الا انا والخمسه اللي اعرفهم قاعدين نلعب هالشيء سنين كلهم سنين فليش اضيع فليش اضيع وقتي اني ابث وانا اسوي شيء مثلا انا مو مستمتع فيه يعني هم بيستانسون اني انا بثيت انا اعرف هذا الشيء بس برضو نفسي قبل اي شيء لازم انا اكون مستانس واستمتع في الشيء اللي انا اسويه طيب برمضان انت ما راح تبث الا بغصب نفسي والله والله اي والله بغصب نفسي ابى احاول ارجع اتاقلم عبد الرحمن كيف كان قبل فيرو كيف كان قبل كان يجي اشعار كم من 7 ساعات 8 ساعات وين 8 ساعات لا يا كيف احمد تذكر اول انت كنت بث ساعه ونص ترهق بالبداياتك اول انا كنت بث كم 5 ساعات بعدين تطورت ساعه ونص ساعتين كنت لحالك ما في احد يشغلك اي تقعد تبث في غرفتك يب 24 ساعه فكنت بث بساعات طويله مره اي تنام تقول عبد الرحمن لسه قاعد يبث بس اسوي يعني الدنيا تغيرت ولكن بحاول اني ارجع اتاقلم بحاول ادخل مع احمد الا جران طبعا من الالعاب الثانيه بحاول اني اتاقلم مع الالعاب الجماعيه نحاول نلعبها اكثر هذا بيرجع لي شغف البثوث اما اني ابث فورت ما اقدر فهمت امنقص طيب تذكر بثوث منقص لا ما عاد زي اول والله المودات بس والمود بثوث منقص كنا نتعمس اوه إيه. نتعمس مره ونغش افتح بث احمد بدون ما يدري فيني انا ما ادري بالله قد سويتها هاي لا والله صدق لا والله عشان ما استمتع اذا شفتها انت 100% انا ادري انك تسويها لا والله يا احمد انا عارف لا والله يا احمد انا عارف زين لا والله ما يرتاح لازم يعرف من القاتل لا والله ويمشي بكيف يبيك بطل يمشي والله العظيم يا جماعه انما عمري دخلت كذا بث اشوف الامبوستر هذا اي لا فكك ما في حماس بس ممكن اني ايش سويت يعني شفت واحد اعرف ان الامبوستر اكيد خليته ابغى اصنع محتوى عشان ما يكون انا زقيت الجو من اول هذه امشي يعني يلا ذبحني ذبحني بس الصدق احمد على ايام امونجس انت كنت كذاب والله كنت رجال في اللعبه بس اليوم كذاب في اللعبه بس ايش فيك في اليوم اليوم كذاب باللعبه مو بالحقيقه يسبوني كذاب لا يا جماعة لا وين سلام محشوم أبو شايع الله يطول محشوم محشوم إيه بس يخشوم شنفط يا شوف رأي الكاب بالبداية كنت متخوف منه صح؟ اي والله الآن شلتها بس هلأ أجاك إشي جديد مشو عندك خوف منه مشو أنت كنت تخاف تطلع برا عشان الكاب صح؟ ايه هل أنت تخاف عشان موضوع خروجك ها هل أنت خايف الآن أنه الناس توقفك يصوروك لا طلعت من طوار انا اول ما طلعت تكفى قول لي ما راح نحكي لاحد انا في ناس بيجوا بردين وش صح ايه في ناس كثير مو كثير لا والله شوي جاني كذا واحد يقول لي ليش تطلع ليش تطلع ايش قلت لهم انا كريستيانو طلع من يونايتد جاء النصر كنت على رأي كريستيانو خلاص والله العظيم والله واحد بس واحد اللي قلت له كذا قلت له كريستيانو طلع من يونايتد جاء النصر جت علي انا خلاص الواحد يدور رزقه قام يضحك استانس الحمد لله طيب موضوع مهم رمضان على ابواب صح كم عندكم قضاء ومين ما قضى للحين انا والله فيكم كم ثلاثة ايام وانت الحمد لله ولا يوم احسنت والله بارك الله فيك انا يوم واحد وخلاص هذا بقضي ان شاء الله بكره باذن الله والله يا جماعه لازم انتبهوا ترى اذا نويت انك تقضي وصمت
واجب تكمل اليوم، ما تقول خلاص رجعت بفطر، مو بسنة هذا، هذا واجب. الآن إذا الشخص ما قضى اللي عليه إيش هو العقاب أو إيش هو الحكم؟ الحكم عليه. شوف هو إذا أنت عندك عذر، إذا أنت في عذر إنه تعب مرض أيا كان وما لحق تقضي، فالجائز إنك صومه طبيعي، ولكن إذا ما عندك عذر أنت كسلت خليته فلا عليك فدية، في عليك حكم. وهذا لو تقرون فيها أفضل لكم يعني أنا أفتي فيها، بس ما خاب ظني هو إطعام عن كل يوم مسكين أو شيء زي كذا. عن كل يوم؟ إي عن كل يوم، بس مو متأكد، ودي تقرون أحسن، ما أبغى أفتي من راسي الصراحة. بس إنه لازم واجب ركن من أركان الإسلام الصوم، فأنت تركت واحد من أركان. صح. اللي عليه قضى أفطر برمضان اللي راح. كلا له لوزين. إيه. حط ليز لوزين. يا أخي أحس. سنكب. اللوزين ما يمشي سوق أبداً. طيب وين طالع فيك؟ أقسم بالله إني أحس إنك أنت من النوعية اللي سافر عشان يفطر أول. لا. لا. خير سافر. ما عندي سيارة. أقسم برب الكعبة ما عندي سيارة، وش سافر؟ يلا أمسك خط عشان أكل لوزين. بعدين أنا بسوقها، بتسوق على مين؟ بتسوق على مين أنت ومنك تسافر عشان تفطر؟ أي والله تسوق على من؟ على مين؟ وين؟ ما أدري. في ناس يسوون زي كذا. طيب أحمد بأني طفشان، في مقطع لك وأنت في المدرسة بالثانوي في معك بطيخة. تكوى بابا حط لهم هنا. لا. تكوى. مقطع أحمد المحدود. يا الله. يا عيال بالثانوي صغير بس كأنه مقطع يوتيوب نفس الأسلوب نفس الأسلوب وجمعهم يا حرارة قطة جحب مدرسة ليش ترى بصحة كان عندنا واحد يبيع جحل ما يكسب إلا أنا أطلع بس أخذ من الجحل أجي بصحة معي جحل وحيد أخذ سجارة ولا طعميهم طعام وأكل والله طعميهم طعم درسين جحل التصوير مغبش واضح أنه مدري باندا صور باندا ما أدري شو الجوال تغبيش هذا وافق أحمد لا أخذها مع سكين ما أخذ جحل أعطيه سكين سكين ويقطع جمع العيال ويجونا اليوم مفتوح يحبوني انا احمد الحين لازم اعترف لك شيء انت انسخطت مره لا والله العظيم نحفت مره رجعت الحين ليش قاعد ارجع حبه والله ترى انت حتى امس صورتك بس انا بصوره يوم شفت رقبتك مره ما لا صار نحف مو حلو زياده لا شوف هو مو هو بنحف يعني تنظيم اكل نظمت اكلي والله ما شاء الله يا اخي ما قاعد اهبد من المطاعم بالفيلم مغير نهبد مطاعم اشتركت في مطعم صحي وقاعد تمشي على الاكل الصحي واحسب اني ما تعدى سعراتي اليوميه اثر المصيبه نادي اول هي المصيبه من الزيوت ايه من الرز 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 يا احمد هذا اللي هبد فيه الرز ده اللي زبادي صمطه وكل شيء هذا هو اللي سمى الغزاله تركتها بس اني اخذت تايت والله بس بيبسي دايت تايتي ولا تحرص عليه مع الاكل بس انا مستحيل اشرب مشروب غازي كذا بسم الله ابي بسم الله وين حتى انا مستحيل اكل بس مع اكل غير اكل مستحيل مويه بس اعرف واحد يشرب شاي مع رز اي أيوة والله واعرف واحد يشرب شاي مع اندومي هذا اللي تعرف اللي يشرب شاي اللي يشرب شاي مع رز ذاك هو اللي كان ساكن معي ايوه هذا أيوة هذا أيوة أيوة والله يا عيال اقسم بالله صحيت من النوم لقيتهم مجهز كوب شاي ورز ابو الكبد يا يا ابو نار كيف بدر يا ساتر دوم بهارات وشاهي حرقان المعده تقول كذا لا 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 اي والله قدام عيوني ايه دوم كوري فهمت حار وشي يمشي بدر خاطر شاهي يا الله طيب يا جماعه ممكن اليوم تشوفون شخصيتي غير عن قبل لانه انا اذا انقطعت عن الكاميرا والله اكون انحرج منها والله اي استحي منها مره فان شاء الله باذن الله الرجع ان شاء الله باذن الله اي اي رد سمعي الرجعة هذه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن واحد انقهار تشوفون مقاطع حلوة وطيبة وجميلة ان شاء الله بالايام القادمة لا تنسونا من اللايك والاشتراك يعطيكم العافية يا جماعة الخير دعاك فارت المجلس اعطنا يا سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وفي امان الكريم مع السلامة يا جماعة يلا عشان نجدوا المقاطع الجاية ترى مشينا على طول اي جماعة على طول